يأتيك بأشياء عند الناس ليست بالشرك. ولهذا تمشي الآن في الطرق، في الأمس أنا والله أشوف المفتاح السحري يا ولد، يعني إيش؟ ما في مشكلة، مفتاح سحري موجود عندكم، ما يوجد حل المفتاح السحري موجود، والتنويم المغناطيسي صح، وألعاب سيرك وألعاب سحرية. الولد يأتي للأب قال يا أبي اليوم أبغى أشوف فيلم كرتون، قال إيش فيه؟ قال فيه الساحرة الفلانية. ما يتكلم الأب، أمر عادي. حتى كان عندنا مسابقة، في هذا تذاع المسابقة على الهواء، ما هو اسم أكرمك الله كلبة الساحر اللي فيلم كرتون؟ إذا عندنا فيلم كرتون تعليم السحر والتعويذات، ولا أحد يتكلم. والتوحيد عرفنا صح؟ صح ولا؟ الصغير يطيح له سن وش يسوي؟ يذهب إلى الشمس، يستقبل الشمس، يقول يا شمس يا شموس خذي سني وأعطيني سن العجوزة ولا العروسة، صح؟ هذا عبادة الشمس عندنا. في شجرة تعبد الله، ما كل المخلوقات تعبد الله إلا الكفار، سموها أعوذ بالله. كيف حتى الأشجار عبدتوها لغير الله؟ إخواني اتقوا الله، ما يمكن تجعلوا عباد الشمس. تقول كيف عباد الشمس؟ عباد الله، تعبد الله. لو تنظر فيها تقول سبحان الخلاق، صح؟ قال لا، دوار الشمس كويس، ماشي حالك، دوار الشمس كويس، صح؟ مشكلة. إذا أدخلوا لنا الشرك من حيث لا ندري، أو أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله السحر. الساحر يكفر ويريد أن يعبد الناس للشيطان، ولهذا قال أعمال شيطانية. الآن بدأنا في أعمال الشياطين، أعمال الشيطانية ايش علاقتها بالسحر؟ السحر كفر، أكبر بوابة دعوة الناس للشرك بالله. قال باب، عندنا مواقع اليوم والله أخواننا، زمان كان الساحر وصول للساحر صعب جدا، صح؟ وين تحصل ساحر يا رجل؟ لأن تروح أفريقيا ممكن تموت لأن تصل. اليوم ضغطة زر تصل للساحر، للكاهن، المنجم، الرمال، قنوات تعليم السحر، تعليم الكهانة، كل شيء موجود، ضغطة زر، ضغطة زر